اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. فنانون تعرضت حساباتهم للقرصنة. تعرضت حسابات عدد من الفنانين العرب للقرصنة لأسباب عدة، منهم من وقع ضحية معجب، ومنهم من لم يعرف الفاعل واضطر للاستعانة بالشرطة. هذه عينة من حسابات مشاهير تعرضت حساباتهم للاختراق، حيث كان انستغرام الحلقة الأضعف. قرصنة حساب حالة ترك في انستغرام. تعرض حساب الفنانة البحرينية حالة ترك صيف العام الماضي للقرصنة من قبل مجهولين، وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد أعلنت أن كل من حساب الترك ووالدها على الإنستغرام قد تعرض للقرصنة، وقالت في منشور عبر حسابها: حبيت أوضح لكم أنه حساب حلا ومحمد تهكروا، أي صورة نزلت أو أي كلام نزل إحنا غير مسؤولين عنه. اختراق حساب نانسي عجرم على إنستغرام. تعرض حساب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على إنستغرام للاختراق سنة 2014، وعمد القرصان إلى حذف عدد من الصور ثم نشر مقاطع صوتية يتباهى فيها بإنجازه، كما أكد أن الاختراق ليس نتيجة ثغرة في إنستغرام وأنه قد اقترف هذا الفعل بسبب إعجابه بالفنانة. قرصنة حساب مريم حسين على سناب شات. أعلنت الفنانة العراقية مريم حسين عن قرصنة حسابها عبر سناب شات، وهو الإعلان الذي جاء تأكيداً للخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي قبل ذلك وأثار النقاش نهاية العام الماضي. وأوضحت حسين أنها قد تعرضت للقرصنة ثم استعادت حسابها بعد التواصل مع الشرطة، كما أشارت إلى أنها صارت صديقة للقرصان بعد الحادثة. قرصنة حساب محمد عساف على إنستغرام. نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف ربيع العام الماضي بيانا رسميا عبر حسابه في فيسبوك أعلن فيه عن تعرض حسابه في إنستغرام للقرصنة، مخليا مسؤوليته عن المحتوى المنشور على الحساب خلال فترة قرصنته.